الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف في أسواق بغداد، وقد شهدت استقرارا في أربيل. وقال مصدر مالي إن سعر الدولار انخفض مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149 ألف دينار مقابل كل 100 دولار. أما في أربيل فقد سجل الدولار استقرارا في محل الصيرفة بسعر بيع بلغ 149,150 دينارا مقابل كل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 149 ألف دينار مقابل كل 100 دولار. قال محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي إن هناك مشاورات مع الحكومة في بغداد لإعادة فتح منفذ جلات الحدودي مع الجانب الإيراني. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن الفرطوسي دعوته خلال اجتماع جمعه ومحافظ إيلام في إيران المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين لزيارة ميسان وتقديم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المحافظتين. يشار إلى أن تقارير صحفية تؤكد هيمنة إيران وبشكل كبير على الأسواق العراقية، حيث بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 3 مليارات دولار. انخفض الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 4.9% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023 ليسجل ما قيمته 2,300,000,000 دينار. وقال البنك المركزي الأردني إن البيانات الأولية الصادرة تشير إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر حزيران من عام 2024 نمواً نسبته 2.1% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023 ليبلغ 455,000,000 دينار. قال معهد الاقتصاد الألماني إن النقص المتزايد في العمالة الماهرة في العديد من القطاعات أدى إلى تباطؤ الاقتصاد الألماني. وأوضحت دراسة للمعهد أنه خلال العام الماضي وصل عدد العمالة في ألمانيا إلى نحو 45 مليون شخص، أي أكثر من أي وقت مضى. ورغم ذلك كان هناك نقص بحوالي 573 ألف وظيفة، وعليه فإن هذا النقص سيفقد الاقتصاد الألماني قدرة إنتاجية بقيمة 49 مليار يورو. تراجعت أسعار النفط العالمية بسبب مخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يكبح الطلب على الخام. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتا ليصل إلى 84 دولارا و64 سنتا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 25 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و66 سنتا للبرميل. قبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.